لا يمكن أن يكون بدون موهبة، ولكنه يحتاج إلى خبرة عالية. اشتهرت به الحضارة العربية والإسلامية. كان ازدهاره عائداً إلى رغبة الأثرياء والسلاطين في إضفاء نوع من التفرد على قصورهم ومنازلهم وأمكنتهم. فن الأرابيسك واحد من الفنون التي امتازت به حضارتنا العربية والإسلامية، ويعود أصول هذا الفن إلى أكثر من 1000 عام. ولكثرة جماله وسحره يقال إن حرفيين وفنانين الأرابيسك العرب في مصر وبلاد الشام أخذوا لإسطنبول في القرن 19 لتزيين قصور السلاطين العثمانيين. أنا شغال في شغلة الأرابيسك من 45 سنة وأنا عندي 8 سنين. مهنة الأرابيسك أنا ورثتها عن جدودي، إحنا في المهنة دي عن الحاج حمامة الله يرحمه، الحاج حسين، الحاج خليل، لحد الجد ال 18. الأرابيسك المصري ليه مذاق ودقة وطور نفسه بدخل حضارات جديدة مع بعضيها. إقبال الناس على الأرابيسك بيبقى أغلبيتهم بيكون في مسلسل قوي عن الأرابيسك بالنسبة لمصر أو العرب. بيبقى في حاجة في مسلسل معين زي مسلسل حسن الأرابيسك مثلا أو مسلسل زمان اسمه المشربية، حد يفكر الناس بالأرابيسك يبقى في زباين عايزين يعملوا أرابيسك. الزبون بتاع الأرابيسك اللي حاليا بيستخدمه هو طبعا الزبون العربي أو الخليجي. الجوامع، حد بيعمل جامع عايز المنبر، عايز الكراسي، عايز القبلة، عايز كرسي الفقي. تمسك بأصول المهنة وأعطى للأرابيسك المصري نكهة خاصة عن طريق دمج الحضارات ليحصل على لقب منذ القرن 18 وهو ملك الأرابيسك. سمونا الملك الأرابيسك لأن الحمد لله اللي ما زلت متمسك بالخطوط العريضة بتاعت الصنعة والأصول اللي سابها لي جدودي، ما بطلعش عنها. بعمل دمج حضارات، بعمل مكس بين الحضارة دي والحضارة دي، بس ما بعيدش عن الخط الرئيسي في صنعتي. أنا اشتغلت مع والدي في الأول في المهنة على أساس إن هي مهنة والدي ومهنة جدودي. إما تخش جوا مهنة الأرابيسك هتحبها، كمهنة بحرها واسعة أكيد هتحبها. إما تعيشت معها ولقيت إن أنت بتعمل حاجة كويسة، حاجة الناس كلها بتشكر فيها، حاجة بتخلي ليك كارير اجتماعي معين، دي طبعا حبيبتني فيها جدا يعني.